حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشه الرافدين حتى نسمع ارائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها يوميا في كل حلقه. بدايه، اي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بينا من داخل العراق، عندكم الرقمين ذني تقدرون تتصلون بينا باي دقيقه ولحظه من لحظات البرنامج. اما من خارج العراق ومن داخل العراق ايضا تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الرقمين، فعندكم اربع ارقام للاتصال، رقمين الى الداخل ورقمين للداخل والخارج. اما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم الواتساب للرسائل فقط، فاتمنى ان تكون رسائل نصيه مكتوبه متبوعه باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه برنامج صوتكم لهذا اليوم. ولا تزعلوا من عندنا اذا اتصلتوا على برنامج الواتساب او دزيتوا لنا رساله صوتيه، لانه ما نقدر نستقبل لا اتصال ولا رساله صوتيه. الفيديو اللي شفتوه هذه يعني المناوشات اللي صارت اليوم بين ثوار تشرين في محافظة ذي قار في ساحة حبوبي بالناصرية والقوات الأمنية. اليوم أكو انتشار أمني كثيف للقوات الأمنية في محافظة ذي قار. السؤال اللي ينطرح هنا، ما بين حملات انتخابية بائسة وما بين قمع حكومي ممنهج وما بين عدم احترام الميليشيات لحياة الناس ولحقوق الإنسان من قبل الميليشيات ومن قبل القوات الأمنية ومن قبل الحكومة اللي تسمي نفسها حكومة عراقية، وما بين الناس اللي قاعد تدعي أو الداعي عفوا بحقوقها. اليوم المواطن ما لاقي أي شيء، لا لاقي كهرباء، لا لاقي مي، لا لاقي رزق، لا لاقي راتب، لا لاقي أي شيء. معاملة التقاعد إذا يريد واحد يكملها ما يقدر يكملها، معاملة توظيف ما يقدر يحصل عليها، أي معاملة اليوم بالعراق ما تمشي إذا ما يدفع فلوس. بالمقابل هواية معاملات وقفت لأنه الناس ما عندها رواتب، والكسبة اللي يعيشون على قوت يوم واحد يطلع يشتغل حتى يلقي له رزقه تكفي قوت يوم هو وأولاده، هذا ما يقدر يكمل كل شيء اليوم بالعراق. ظهرت الناس وطلعت بتظاهرة حتى تطالب بحقوقها، كبرت التظاهرة واستمر القمع بيها من يوم ما بدت 25 تشرين وإلى يومنا هذا. الثورة هي تتعرض إلى قمع، والناس اللي واقفة وتقول نريد وطن ينكتلون، والناس اللي تقول نريد كهرباء وخدمات ينكتلون، والناس اللي تقول كلا للفساد ينكتلون، والناس اللي تقول كلا للمحاصصة ينكتلون، والناس اللي قاعدة تهتف بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ينكتلون. السؤال هو ليش هذا الإصرار على كتل المواطن العراقي؟ ليش اليوم المواطن العراقي صار رقم سهل أن يتسجل على الأوراق وفي سجلات الوفيات وفي شهادات الوفيات، علما أنه من المفترض أن الحكومة العراقية والقوات الأمنية شغلها الشاغل هو حماية هذا المواطن، علما أن الأحزاب والكتل السياسية اللي تدعي أنه هي جت للحكم عن طريق الانتخابات البرلمانية النزيهة مثل ما يقولون ما جوي إلا بصوت هذا المواطن، علما أن الكتل السياسية اللي جوي حفاي وصاروا مليارديرية ما اغتنوا إلا من وراء هذا المواطن. بس اليوم المواطن هو عبارة عن رقم سهل جدا دمه هدر ينداس بالرجلين بالبساطيل بالسيارات الأمنية بالدبابات وما حد يفكر به. شفنا عمليات التحرير وما صار ويا عمليات التحرير، شفنا الثورة واللي صار ويا الثورة، شفنا التظاهرات وشفنا اللي صار وياها، البصرة وذي قار وواسط والكوت والنجف وكربلة وبغداد ديالة صلاح الدين الأنبار الموصل. اليوم العراق من شماله إلى جنوبه أكو عمليات قمع، اليوم العراق من شماله إلى جنوبه أكو بي قمع وأكو بي فلوس، بس المواطن ينقمع وينقص من راتبه، أكو برلماني ما قاعد يسوي كل شيء وراتبه انفلاقي، بالمقابل اكو مواطن ده قاعد يشد ويتعب وما قادر يعيش، نسب الفقر ده تزداد، الارامل ده تزداد، المعتقلين بالسجون ما شاء الله اليوم السجون العراقيه وصلت الى حد الاكتظاظ. عندنا اتصال ويانا محمد من هولندا، حياك الله يا محمد.
السلام عليكم. تحية عليكم لك أستاذ السلام الأستاذ ورحمة الله والشيخ الإكرام. المشاهدين جميعا. حياك الله أخويا. أريد أن أتحدث دولة كانوا مجادية، نعم، يفترون شوارع لندن وطهران، سرعتهم مليارات، فهم مستعدين للقتل بالخطف، يعملون كل شيء من أجل البقاء. هذول كانوا يحلمون بالدولار، كانوا مجادية أخيرا. نعم، وهم هاي ميليشيات هدفها هو قتل الشعب العراقي، عندهم أجندة التضحية، كل واحد يعارضهم، يا أخي ضربوا قنابل قنابل على بيوت الناس، نعم، يحسون 10 دقائق حشية الله يرحمه يقول القمعي، قنابل قنابل يضربون على بيوت الناس. خطر، وين صار هاي ثوار تشرين؟ عطية قاعدين بأربيل وبتركيا مشردين ولاحقوهم، لاحقوهم ثوار تشرين حتى بأربيل، فهم هدفهم الأساسي قتل الإنسان العراقي. عندهم مشكلة ويا الإنسان العراقي. فهاي الميليشيات قتلت وسرقت ونهبت، نكبت شباب الشيعة والسنة، ولا ما تقول هاي إسلام مقيتها. فهم نكبوا بالاثنين، ما عندهم شيعة سنة، المهم البقاء. مثل ما ذكرت أنت، يعني ما قصرت، يعني ما خلوا شيء ما سووه بالعراق، يعني دمروا البلد. وحاليا عذرهم أنه كورونا، حتى ما في مظاهرات قتل، كورونا هم سببها، وقاعد تزايد، لأن ماكو وقاية، ماكو طب بالعراق حاليا. ولو الموضوع خارج عن نطاق البرنامج، نعم، فالميليشيات هي قتل الشعب العراقي يعني. واحنا طالبت قبل عن طريق برنامجكم حمايه دوليه للشعب العراقي، يعني العالم ما يشوف، ما يباوع، طالب، يعني حتى بايدن اذا يسمعني، الرهابات الامريكيه طالع كل برامج خاصه برنامجكم نتدخل، يعني اذا ايران خطر على الشعب العراقي خطر على العالم وحتى على امريكا. يا يعني اخي هاي ايران جرثومه 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 للكره الارضيه. والله يخلصنا منهم وينتقم منهم، ان شاء الله الدورة مستمرة. خاتم، ما طول عليكم، اشكركم، اشكركم. حياك الله، حياك الله أخي محمد. احنا كنا نعرف يعني بطولات الشعب الجزائري أمام الاحتلال الفرنسي، وسمي الشعب الجزائري بشعب المليون شهيد في ذلك الوقت. والله العراق يستحق أن يتسمى ببلد الملايين، بس مو بالفلوس. عدنا ملايين الشهداء، وعدنا ملايين الأرامل، وعدنا ملايين الأيتام، وعدنا ملايين الفقراء، وعدنا ملايين المعتقلين الأبرياء، وعدنا سجون من المفترض أن تكون السجون هي للحد من نسبة الجريمة بالبلد، بس احنا السجون ينسجن بها البريء، والمجرم قاعد يصول ويجول بالشارع، ونسبة الجريمة ذات الزاد ما تقل، بل وصلت الحد إلى نسب الجرائم بالعراق أنه وصلت هي عنف أسري، صارت قتل وذبح وتقطيع وقطع أيادي داخل المنازل، ما بين أسرة في مكوناتها، ما بين زوج وزوجة أو زوجة وزوج. اليوم لأنه القانون منتهي بالعراق، احنا عندنا كتل تدعي القانون، عندنا كتل موجودة بالبرلمان تقول احنا دا نشرع قوانين، لكن العراق أبعد ما يكون من أن يكون بلد تفعل به القوانين. اليوم القوانين الموجودة بالعراق هي اختيارية، هي قوانين مزاجية. الموظف قاعد وراء الكاونتر مالته او وراء مكتبه باي دائره او اي مؤسسه موجوده بالعراق، هذا الموظف لمن يتبع؟ وليا حزب، وليا طائفه، وليا كتله، وليا تحالف، ويبدي يتعامل ويا الناس على ضوء ذني النقاط. ابو فيصل من السعوديه، حياك الله يا ابو فيصل. ابو فيصل انقطع الاتصال ويا ابو فيصل، اتمنى يرجع لنا مره ثانيه. فاليوم يعني العراق لما نباوع عليه هو عباره عن كتله كبيره من المشاكل. سبب هاي المشاكل كلها تدرون شو يشبهها؟ شايفين واحنا صغار كانت اكو هاي الورده اللي تطلع بالحدائق اللي ننفخ عليها وتطير تطشر، النفاش لما تنفخ عليها الوردة تطير وتظل العودة. المشاكل اللي موجودة بالعراق هي هذا النفاش اللي فوق، بس مشكلة المشاكل هي العودة الحكومة العراقية من توقع اللي فوق كله طار. سبب الفساد اللي موجود بالعراق هي الحكومة، سبب القتل هي الحكومة. ما أقصد الحكومة حكومة مصطفى الكاظمي، حكومة مصطفى الكاظمي تتبع أحزاب وتدفع
كتل وتتبع هواية أمور، أنا أقصد العملية السياسية بشكل عام من 2003 وأنت جاي، من 9/4/2003 تاريخ الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق وتدمير البلد ومؤسساته وتسليم البلد على يد الإدارة الأمريكية المدنية بقيادة بول بريمر إلى ما كانت تسمي نفسها بمعارضة عراقية، وتسليم العراق إلى إيران. البلد بالضبط كان إذا كان محافظ على روحه هو عايش في ظل حصار، صار هيك وقام يوقع. تريدون نحكي بأرقام؟ وصلت نسبة الأمية ما يقرب من 50% من تعداد الشعب العراقي. تعرفون شو يعني 50%؟ يعني نص الشعب، يعني دا نحكي على ما يقرب قريبا، ما دا أقول 50، ما يقرب 20 مليون إنسان. 20 مليون إنسان ما يقرأ ما يكتب. تعرفون إيش قد عدد الأطفال اللي قاعدين هسه برا كراسي الدراسة ودا يشتغلون حتى يعيلون أمهاتهم؟ سعد من النجف حياك الله. سعد هلا بيك أخوي. حبيبي شلونك؟ هلا بيك غاتي، عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك، تحية لقناتكم المحترمة. حياك الله أخوي. ولقناة الشريفة. رحم الله والديك. أخي العزيز ولو زعم عليك، عندي سؤالين. قول. السؤال الأول على مود السجناء. السجناء هذول الباقين يعني لا شخص ينحكم ويعطونه لأهله ميت عدل. ويعطونه ويسلمونه لأهله. زين أنا عندنا واحد 15 سنة صاير له محكوم بالسجن. ما نعرفه عدي ميت، واحنا من احد القنوات شفناه موجود وعرضه وصورته. نعم. راجعنا المراكز، راجعنا كل المستشفيات يقولوا لنا ما زين، هذا شفناه احنا بالصوره وشفناه على شاشه التلفاز ابننا وعرفناه. زين ليش يعني من يقولون الروح الراجع يقولوا لنا ماكو شخص هيك موجود؟ خلي يطلعنا عدي ميت، اذا ميت ندفنه ونزوره بقبره. زين ليش يعرف ليش يعني ليش ما شنو الغاية اللي عندهم عايشين؟ خلي زي. عمي خلي يعدمونه يعطونه ياي يريحون امه، هاي ام العمت هسه شنو ذنبها؟ قضت ليلها ونهارها تلها تبكي ليش؟ زين السؤال الثاني. شعب مات، شعب جاع. الثاني شنو قلبي؟ الثاني على مود جاحت كورونا. أي. من سووا الحظر، انا رجال كاسب على باب الله ابيع مي ارو. مي ارو ابيع. أي. ليش يعني ليش يوقفنا احد الناس يغرمنا 25,000؟ هو كله ابيعه ب 5,000 دينار. نعم. يجي يكسر لي التانك ويكسر لي البوري ويفيض لي بالشارع. نعم. ويغرمنا 25,000. زين انا هاي العائله وين اوديه؟ شنو السبب اللي غرمنا عليه 25,000؟ يعني هاي كورونا تجي بس الخميس والجمعة والسبت؟ وهاي اللي قاعدون هم هسه هذول الأحزاب اللي قاعدون بالملاهي ويقعدون بغير الأمور، هاي مصيرهم كورونا؟ يعني ما أدري شنو اللي يريدون يموتون الشعب؟ نعم. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. بس أريد أفتيهم شنو غايتهم؟ شنو غايتهم؟ يعني مثل قرب الانتخابات يجي يوزع له بطانية ويوزع له حلويات ويوزع هذا تعالوا انتخبوني. شنو يعني بغايتهم؟ شنو للشعب هذا النايم؟ شنو يعني إلا يصير دماء بالشارع؟ يعني تتجي من أي جهات ما حد يوقف وياك، لا من مرجعية توقف وياك، لا من أشخاص توقف وياك، ما يلام عمي ما يلام صدام حسين من يقول شو وقت تهتز شوارب؟ والله ما عندهم شوارب ولا عندهم غيرة. ويبقون ويبقوا، وإذا بقى رسالة أوجهها لكل شباب العراق، إذا بقوا دولة الحثالة في المجتمع ثقوا واعتقدوا يبقى الشعب مدمغه طول العمر. نعم. ليش بصير من الجزائر سمت تذكر تقول بلد المليون شهيد؟ يعني العراق ما أطى؟ العراق ما أطى شهداء؟ هذا العراق، هذا العراق شو وقت يوقف على حيله؟ شو وقت العراق العالم السمعة حايري اللي حكى هذا وسوى هذا، هذا باق هذا نهب. ميزانيه ما يعرفون يقرونها، ميزانيه 21 راح نطب سنه 2022 وما يعرفون يقرونها، راح ناكل الشهر الثالث بيها. وهي ميزانيه وحتى من يقرونها من اللي يستفاد بيها؟
ثق واعتقد هم اللي يستفادون به. وانا اشكرك اخي العزيز واشكر قناتكم المحترمه. حياك. هي بس هي اللي تلقي صوت الشعب العراقي والمعاناة. وصل وصل اخويا سعد، حياك الله اخويا. يعني اخويا سعد حكى عفوا عن قضيه السجناء، يقول انا عندي شخص مسجون صار له 15 سنه وموجود، وشفناه على احد قنوات التلفاز انه هو موجود في احدى السجون او واحد من السجون، ولما رحنا نسال عليه ما اعطونا اي معلومه عليه، يقول اعطونا معلومه. نرجع ونقول المشكله يا استاذ سعد واي شخص يسمعني، خصوصا من تهم قضيه المعتقلين ومن عنده معتقل داخل المعتقلات العراقيه، المشكلة أنه حسب القانون اللي صدع وروسنا به، السجن هو عبارة عن 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 منشأة إصلاحية. السجن عبارة عن مكان لإعادة تأهيل شخص مجرم مو بريء. البريء ما المفروض ينسجن. البريء حتى لو شكوا أنه مشترك في إحدى الجرائم، أكو طرق أصولية للتحقيق مع هذا الشخص. إذا ثبت عليه الاشتراك تكون هنالك تهمة، بعدها محاكمة حسب اشتراكه، حسب القضية اللي هو بيها يكون أكو قاضي، المفروض القاضي عادل حتى يحكم بطريقة صحيحة ويكون حكمه صحيح. أما إذا هذا الشخص كان بريء فيفرج عنه فورا وما يطب سجن، لأنه السجن ما نوجد للأبرياء. ومع ذلك المجرم اللي ينسجن بسجن، مو من حق الحكومة العراقية أن تحرم حق الحياة، ولا من حق الحكومة العراقية أو أي حكومة بالعالم أن تحرم حق التواصل مع أطفاله ومع أولاده ومع أهله ومع أمه ومع أبوه ومع أخوانه، ولا حتى مع أصدقائه، ولا من حق أي حكومة بالعالم أن تحرم حق الزيارة، لأن يكفي أنه هي قيدت حريته بغرفة إذا كان هو قاعد بغرفة، فما بالك قاوش بأربعين وخمسين واحد وما تعرف بهالقاوش منو عندك من الأقرباء. أما بما يخص جائحة كورونا، نشوف الناس إيش قد تعاني في قضية الحظر اللي فرضتها الحكومة العراقية. هي فرضت غرامة 25,000، بس خلينا نسأل سؤالي للسيد مصطفى الكاظمي، أنت لما تريد تفرض حظر تجوال كامل 100%، الناس إيش تأكل إيش تشرب؟ إذا أنت عندك إمكانية وبيتك بيه أكثر من براد مي وبيتك بيه أكثر من ثلاجة وتقدر تجمع بيه، أكو غيرك ما عنده. إذا أنت عندك الكهرباء ما تنقطع، الشعب العراقي ما شاف الكهرباء، فلما هو ما عنده كهرباء ما يقدر يخزن، يأكل يوم بيومه. فبهالحالة هذه المواطن البسيط، يعني هسه أخونا سعد يقول لك أنا أبيع مي، أبيع باليوم ب5,000، أطلع حتى أجيب ال5,000 ذني أتغرم 25,000، يعني أنت تغرمه 5 أيام من أيام عمله، وحتى يسددك من حرمة عائلته 5 أيام أكل وشرب. فؤاد من بغداد حياك الله. حي حيلك يا غادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي فؤاد. أستاذي العزيز، طبعا أحب نشكركم على هالبرامج الرائعة والروعة. لا شكر على واجب أخوي العزيز. الله يعزك يحفظك الله. أما ما يخص المواضيع اللي يطرحونها بصورة عامة، نعم، نرجع ونقول إنه مع احتراماتي للسامع وللمشاهدين، يعني الصوت بينا كشعب من ناحية كيش الصوت بينا كشعب، انه احنا العالم تعودت علينا انه اذا اريد نغير بهالشعب هذا، اذا ارادنا نغير نص الشعب على مود يصف الشعب العراقي، ليش نغير نص الشعب؟ لان نص شعبنا او ازيد من النص يركض ورا المادة ورا مكاسب الخاصة. يعني ابسط مثال بالتظاهرات مال تشرين مال ساحه التحرير مال باب الشرقي والمحافظات كلها قامت زين، يعني استقبلونا تدري بالرصاص والقناصين وغيرها وما ادري شنو، من هو هاي الحكومه ومن الشياكه زين، انتم الباقين ليش ظليتوا تتفرجون؟ ليش ما طلعتم؟ وانت تجي تلقاه قاعد يلزق مع احتراماتي عايش على الزباله على النفايات
عايش على النفايات ويتفرج وما يتدخل. ليش ما تطلع ويانا انت؟ وانت نفس المظلوم ويا انت مظلوم مثلني. ليش ما تطلع؟ ليش تتفرج على غيرك يموت وانت قاعد تتفرج بدم دم بارد؟ زين واحنا مكلبين يا احنا هسه تصور تصور هسه احنا مو قاعدين نصوم قاعدين نصوم ونبكي وهاي ليش؟ لان هسه الفتره صارت المكاسب للدين. هسه المكاسب صارت للدين. يعني هسه لو يجي يجينا فتحاكم يدور رقص وكيوله كان رجعت العالم دبت الديانه ورجعت قامت ترقص وتدبك لهالحاكم هذا ورا المكاسب الماديه. الو؟ نعم. اي فاحنا احنا مع الاسف هذا يعني هسه تدري انه شعبك اذا تعطي رواتب هاي ممكن ان ترجعهم لعباده الاصنام؟ اقسم بالله يرجعون لعباده الاصنام على مود الماضي. نعم. هذا اللي مطمع ذولا وغير ذولا بينا، هذولا يعني احنا هسه هذولا خلينا نقول صدام كنت كان ظالم انا من الناس كنت اقول قبل مو هسه صراحه. كنت اقول اذا صدام يروح لو يجي الشيطان امشي ورا الشيطان ولا ورا صدام يصير. ليش؟ لان كانت العالم اللي خليها صدام هي بمناطقنا وهي اللي مديتنا الصراحه، هي اللي مديتنا جارك اخوك ابن عمك هي ناس تعرق بناس تقارير مزيفه وناس تنعدم على جرة قلم على قولة مختارنا قبل. فيا استاذي العزيز احنا اللي مرخصين نفسنا، احنا اللي مرخصين نفسنا ومخلين اللي يسوى والما يسوى. هذول شنو يعني هم سقطوا النظام؟ لو امريكا سقطت صدام الحسين شنو دور اعطيناهم مناصب وخليناهم يحكمونا ويتونسون بنعيم العراق وبخيرهم وولدهم وولد الخايب ظالين يدورون بالزبائن وغير الزبائن وبالموت. نعم. شو وضع هذا يا اخي؟ يا اخي احنا بالنسبه لنا هسه يعني شوف انت بالمدارس قاعدين تمسوا الثقافه عندنا التربيه طمسوها الصحه طمسوها العلماء قاموا يجون لاي جاهل بالشارع من هذول اللي بايع ضميره على الفلس يعطونه كم فلس هو اسمه ما يعرف كتبه يروح يقتل عالم ذره على مود العراق يطمس بعد ما ينهض مامورين انه العراق ما ينهض لان عالم هواي ما تريد العراق ينهض اسرائيل وامريكا وغيرها ولا اللي يحب الاسلام وغيره الاسلام الحقيقي مو اسلامنا هذا الحبر على ورا. نعم نعم نعم. انا بالنسبه لنا ما طول هاي سالفتنا اللي ياخذ امي يصير عني يا اللي يترس جيبي انا اصير. نعم شكرا شكرا لك اخ فؤاد. امنا من الموصل حياك الله يا امنا. مرحبا استاذ. مرحب امي. استاذ اخويا من صوتك راح. امنا انقطع الاتصال ويا امنا، اتمنى ترجع لنا حتى نعرف قضيتها او رايها. الاخ فؤاد يقول حاليا اليوم المكسب للدين، اي مكسب هذا اخ فؤاد؟ هم يقولون عن نفسهم يعني كتل واحزاب اسلاميه، هم يدعون انه هم يتبعون الدين وتعاليم الدين. هل من تعاليم الدين كثرة الإلحاد اللي دا نشوفه اليوم بالعراق أو كثرة الكفر اللي دا نشوفه بالعراق أو الأشياء اللي دا تصير بالعراق اليوم الخارجة عن عادات وتقاليد الشعب العراقي واللي فيها مخالفة شرعية وأخلاقية وخلقية وفي كل شيء؟ الفساد بحد ذاته محارب من كافة الأديان. الكفر اللي دا يصير اليوم على يد السياسيين وعلى يد مريدي السياسة هو محارب. إذا نطلع الخطابات مثلا قيس الخزعلي اللي لابس لي عمامة راح تجد أنه كثير من خطاباته تحوي الكفر. فأي دين هذا وأي مكسب؟ محمد من كربلاء حياك الله. محمد انقطع الاتصال يا محمد. طبعا انتوا عبالكم الناس ده تقطع الاتصال او ما عندها رصيد؟ لا يجوز تلقي رصيده فل. بس هي هاي الاتصالات العراقية، هاي الفساد اليوم بالاتصالات العراقية. واحتمال يجوز محمد اليوم ما يدري انه هو انقطع الاتصال وياه لانه ده يشتغل يمه. احمد من كربلاء حياك الله يا احمد.
حبيبي. هلا بيك اخوي. تفضل اغاتي. احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حبيبي استاذ، هاي الاحزاب. ايه. هاي الاحزاب اذا اريد نمحي. اريد لو اريد لو اريد شغله واحده بس. شغله واحده. حبيبي هاي الاحزاب احنا اطلعنا عليها. ايه. هاي الاحزاب احنا اطلعنا عليها، نريد نقضي عليها. شلون نقضي عليها غير اكو خطوات؟ زين. زين هاي الخطوات طالب تغيير النظام من برلماني الى رئاسي. زين. زين هم الاحزاب سيطرين على البرلمان وتعديل القوانين. ايه. زين شلون هم بين يسوون النظام رئاسي وهم يطلعون عن البنات. هاي الشيء مو يا اخوي العزيز، اذا انت تريد تخلص من هذا النظام وتريد تخلص من الاحزاب، يعني مو دا اعلمك او اعلم المتظاهرين، انت لما طلعت ضد هذا الشيء انت رافضه، فاذا انت تريد حل انت ما تريد الحل من هذا اللي انت رافضه، انت لازم تشيل اللي رافضه وتشوف غيره انت تختاره حتى يكون هو الواجهه للنظام اللي انت تريده. حبيبي استاذ، هسه هي احنا مرحله الانتخابات، يعني هي ماكو طريقه، يعني هي غير طريقه ماكو، هم يعني عندهم قوه وعندهم نفاذ اجنبي وخارجي وداخلي، فاحنا اذا نريد نقضي عليهم لازم ندخل الانتخابات، وهذه الانتخابات تغير، يعني اذا ما ننتخب يبقون نفسهم. زين اخ احمد، ما تتوقع انه اذا الشعب العراقي اتفق وتكاتف كله انه ما يخرج ينتخب ولا واحد منهم راح تسقط هاي الانتخابات؟ لا، ما يتفق، مستحيل يتفق. نعم. اذا الحل شنو؟ مستحيل الحل ندخل بالانتخاب بشكل تقل من ثورة تشرين، ومو باسم تشرين، ها، وعليها شروط، وهاي الشروط لازم تتنفذ. ايه. فاذا دخلنا بالانتخابات فراح شنو نقضي على امالهم بالتوسع اكثر على السلطات. تمام. شكرا اخ احمد. بدايه اخ احمد، انت تقول احنا نقضي على امالهم بالسيطره اكثر على السلطات، ايش بقى من عندها؟ القضاء مسيطرين عليه، العقارات هاي قدامك، عقارات الدوله انشفطن انبلعن، اراضي الدوله حتى نصب الشهيد القياعين اللي ما تباعوها، مطار بغداد القياعين اللي بصفه باعوها، شو تريد قياعين باعوا بالعراق اليوم؟ أراضي زراعية حولها سكنية جرفة وبساتين، كل شيء سووا. زراعة مسيطرين عليها، صناعة مسيطرين عليها، أصلاً كاتليها الصناعة. زراعة كاتليها. تربية ما شاء الله، وزارة التربية العراقية تعد من أكبر وزارات التربية في العالم بالفساد فقط. وليس في التربية. فهم مسيطرين. أخ أحمد، أنت إذا تريد السيطر، أو أنا أنقل سؤالك أو أنقل طريقتك إلى السادة المتصلين، وأقول إلى أي متصل أنه عندنا أحمد من كربلاء يقول حتى نسيطر عليهم لازم نقضي على أمالهم، حتى نقضي على أمالهم لازم نشارك بالعملية السياسية ونرشح ناس من عندنا أو من ثورة تشرين حتى يدخلون بالعملية السياسية وننتخب في هاي الانتخابات حتى نقضي على أمال السياسيين. أنتوا كعراقيين شنو رأيكم باللي قاله أحمد ويانا من الفلوجة أبو عراق؟ حياك الله. عليكم السلام محمد. عليك السلام والرحمة والإكرام. أنا أحترم رأي الأخ اللي اتصال. أحمد، يا أخي أنت، أحنا شو راح نجيب؟ راح نوخر حرام نجيب حرام. ما تقول لي انتخابات أخوي، ما تقول لي هذا الحرام. والله أقسم لك بالله العظيم،
هسه اذا ما تصير بحزب عيشتك مدله. لازم تروح تسجل بحزب وياهم ويا الحراميه ويا ذول اللي ما يخافون الله. عم انتخابات عم العراق انتهى انتهى والله اذا مو من الله من فوق ولا بعد نصيبنا كل شارع. امانه الله هاي القمع اللي جاي يصير يصير مناطق مناطقنا مناطق الجنوب. يعني ذولا شنو ذنب بس قول لي شنو ذنبهم شنو ذنب عوائلهم؟ يوم يوميا 100 شهيد يوميا 50 شهيد ما كافي عاد الكوميونتي السياسيين. بس اني عتبي وين؟ لا تنطيني مجال استاذ محمد وياك اخوي. عتبي والله مو على السياسيين، عتبي على المراجع الدينيه السنيه والشيعيه. اولا دخلي بس واحد يطلع منهم بس خلي يقول لي كلمه يقول دم المسلم على المسلم حرام، اتحداهم هسه يطلعون. عمي جاي يسولفون عني، والله باعونا مو بس السياسيين ترى، والله حتى اهل العمايم باعونا سنه وشيعه. عمي ما كافي مو ظلمه ذولا ظلمه. استاذ محمد اي انتخابات اللي يحكي عليها الاخ شو تغير؟ راح الله وكيلك تود نفس الصوره، نفس الحرامي، نفس السارق، نفس الظلم. عمي مو ظلمونا مو انتهينا والله انتهينا. ما كافي عاد ولكم شو وقت تشبعون انت شو وقت تشبعون بوك؟ ترى لكم يوم لا عباركم. ليش لكم يوم؟ لان الله بالمرصاد. لا عبالكم الظلم يجوم لكم، الله موجود. والله والله لا الله يسلط عليكم ناس اقوى من عندكم، وان شاء الله على حق اللي راح يسلط عليكم مو على باطل، ويخلصنا منكم. كافي لكم اسلحوا غيره غيره ماكو غيره. عمي غيره اسلاميه اما عندكم. يطلع لي واحد محمد، وين طولت عليك استاذ محمد؟ يطلع لي واحد محمد الدكتاتور. عمي الدكتاتور وعمي صار مئات الالوف الدكتاتور. بكافي كافي صدام راح يسوي زين انتخاب حتى نرضى عليكم، حتى الله يرضى عليكم. ولكم الله لا الله يرضى عليكم ولا البشر، الله ينتقم منكم. نقول بس حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم وعلى عوائلكم وعلى كل شيء اللي سويتوه بهالبلد هذا. وانا اشكرك استاذ محمد. شكرا لك ابو عراق. كان من المفترض ان يدخل ويانا عبد الرزاق من بابل لكن انقطع الاتصال وياه، اتمنى يرجع لنا في اتصال ثاني حتى نعرف رأيه بالموضوع. الأخ أبو عراق تكلم عن قضية دم المسلم، يقولوا أتمنى أن يعتب على المراجع السنية والشيعية وأي مرجع اليوم بالعراق، يا ريت لو يتكلم لنا أو يفتي بحرمة دم المسلم على المسلم. وإحنا ليش نرجع المرجع؟ أكو ما هو أكبر من المرجع، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالثنية أنا راح تجد حرمة الدم. فإحنا ليش نعتمد على مرجع؟ وأصلاً اليوم إذا تباوع على اللي دا يصير بالعراق ما له علاقة بالدين الإسلامي. محمد من كربلاء رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة. حياك الله أخوي. ويستر عليكم أخوي العزيز، قناتكم الوحيدة القناة تقتل الحقيقة للشعب العراقي. واجبنا أخوي. زين. وبالنسبة استاذ محمد، حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة، الحكومة الظالمة الفاسدة الطائفية. زين. دمروا البلد، نهوا البلد، ميليشيات، عصابات، شت مجرمين، شو تقول عليهم؟ هو هذا قليل. مثل ما تفضل الاخ ابو عراق من الفلوجه، هو واهل الفلوجه واهل الانبار كلهم على راسي. زين؟ هاي حكومه طائفيه، حكومه ايرانيه، حكومه امريكيه، استولت على الشعب العراقي ودمرت البلد، انتهى البلد انتهى. بس حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وعلى جهالهم وعلى عوائلهم، والله مرب ان شاء الله كل كورونا تصير بهم وتنهيهم.
زين شنو سوى هسه بالنسبه للسجناء السجون متروسه بالنسبه لدمار البلد الخراب شنو سوى؟ سوى لهم جسر؟ سوى لهم مدرسه؟ سوى لهم مستشفى؟ زين سوى لهم شارع بيحاط؟ ماكو يعني ماكو شيء يعني شو تقول؟ زين ترى هم مفكرين اذا الواحد اتهم لا يتهمهم زين حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، الله ينتقم منهم، الله لا يطيهم بجاه الرسول محمد. نعم. زين. يعني استاد افل انت هاي يعني هاي الدولة هاي دولة هاي. زين. لا مدارس، لا خدمات، لا كهرباء، ملت الشباب بالسجون، بالنسبة الله ينصر الله ينصر الثوار المتظاهرين مال تشرين. يعني بالناصرية وبالبغداد وبالبادي الله يحفظهم وينصرهم يعني يروح يتظاهر على موت حد بسيط يقتلوه لو يسجنوه لو يعرفون يا هذي اللي يزوهم يا هذي يسجنهم بالنسبة لهم لو المتظاهرين هاي الميليشيات هي ادتها الدولة ادتها روحوا يجيبوا دولة ولزموا دولة وقتلوا دولة وهذا ويعرفوا الكاظمي وغير الكاظمي كل الحكومات المتعاقبة مو بس حكومة الكاظمي من 2003 لحد هالساعة دمروا الفلوجة، دمروا جبهة الصخر، دمروا صلاح الدين، دمروا الموصل، دمروا الأنبار. ما ديالة، كركوك، ما ظل مكان في العراق ما دمروه. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، والله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة أستاذ أفل، واشكرك. حياك الله أخويا، أبو حسين من البصرة، حياك الله يا أبو حسين. والله يحييك، السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يخليك بالنسبه للاستاذ ان هالايام ان الحكومه العزيزه مالتنا اللي فرضت علينا الحظر اي باقي الدول تتقدم احنا نرجع للصفر نعم وبعدين من جابوها من 2003 هم هذا ديدنهم ماكو شيء يعني بين قوسين يفيد العراقيين نهائيا وشفت العام بالنسبه للمظاهرات إذا يريدون يرجعون إلى كلمة كورونا ورفع الكورونا كورونا ما قتلت ولا واحد من الشعب العراقي والمتظاهرين قتلوا منهم أكثر من 700 من قتلهم هم أساساً الميليشيا مالتهم ما شفنا واحد قتل كورونا لو تمرض لو مات الكلاوات هذا وتشرد هذا مرض حكومي مرض من الحكومة مسلطين على الناس بحجة الكورونا نعم نعم شكرا شكرا لك ابو حسين عبد الرزاق من بابل رجع لنا حياك الله يا عبد الرزاق السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام شلون استاذ نحمد الله على كل شيء قبل شويه الاخ ما اعرف من يا محافظه بس هو الظاهر من الثوار تشرين احب اقول له ترى هذا شو مثل ما تقول مطاب ناصبين لكم اذا اشتركتوا بالانتخابات. ها احمد من كربلاء نعم. نعم احمد من كربلاء، اقول له هذا مطاب ومفخ يعني ناصبين لكم الجماعه. فاياكم اياكم تشاركوا بالانتخابات. الانتخابات هي مهما تكون هم اصحاب السلطه والنفوذ والمال فاذا اشتركتوا بالانتخابات راح تفشلون. والثورة مالتكم تكتبون عليها الفشل والنهاية فوقفوا على هذا الخط والشعب وياكم والله وياكم وحتى نغير النظام أما تغيير النظام من خلال انتخابات لأنه انتخابات فاشلة والدليل على فشلها هم ما يقبلون بإشراف الأمم المتحدة ورقابتها البارحة كنت أتابع برنامج شخصية سياسية كنت أحترمه صراحة نعم. يعني أشوفه يعني إنسان حيادي ومعتدل لكنه كلامه البارحة تبين بأنه يعني إنسان يشتغل على وجهين يعني يرفض إشراف الأمم المتحدة يا أخي لما يعني إشراف الأمم المتحدة عندنا مثل بالعراق يقول حرام لا تكون من القاضي لا تخاف أنت ليش يعني ليش بتخوف من إشراف الأمم المتحدة اشراف يعني الانتخابات مزوره راح الامم المتحده تطلع تقرير مالتها بانه الانتخابات بالعراق غير صالحه ويجب تبديل النظام هذا بس هم خايفين على مصالحهم فكرر الكلام استاذ افل للثوار تشرين ان لا يشاركون بهذه الانتخابات اذا كانوا يحترمون
أنفسهم ويحترمون وطنهم، لأنه هذا المشاركة بالانتخابات هو مطب ومفخ لهم. تحياتي لك أستاذ. شكرا أحد. شكرا لك أخ عبد الرزاق. علاء من البصرة، حياك الله يا علاء. علاء انقطع الاتصال ويا الأخ علاء. نتحول إلى رسائل الواتساب. السلام عليكم، أنا أخذكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل، لحد هسه ما نعرف عنهم شيء، والله ملينا من الحكي، ما خلينا مكان، أخذوهم من 2017 لحد هسه ما نعرف عنهم كل شيء، وين نروح ندورهم؟ نريد ولدنا، والله ما عندنا غير الله وهم. زوجي مريض غدد سرطانية وأولادي بعدهم صغار، ولدنا قاعد تموت آلاف من الأمراض، وين نروح بعد ندور عليهم؟ إن شاء الله يشوفون نفس لوعة الأمهات حتى يحسون بينا. حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم، وتحياتي لكم. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ، العراق لن تليق به هذه العملية السياسية والأحزاب الخردة الفاسدة بمعنى الكلمة، فاسدة، باعوا أنفسهم بثمن بخس للاحتلال الأمريكي، خدم لإيران للانتقام من العراق وشعبه. لدي وصف لهم لكن احتراما للقناة والمشاهدين أعتذر. عاهدوا أسيادهم الإيرانيين الانتقام من كل عراقي بغض النظر عن العتاوين والمذاهب، بغض النظر عن العناوين والمذاهب والعرق، عراقي مستهدف من قبل هؤلاء الفاسدين، جرثومة خضراء صنيعة الاحتلال، قوة السلاح بيد هؤلاء القتلة المجرمين الفاسدين، والشعب له قوة الله سبحانه وتعالى، ناصر المظلومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، كيف أتصل من خارج العراق؟ مع تحياتي، أي رقم وشكرا جزيلا. قصدي لبرنامج صوتكم. أخي العزيز تقدر تتصل ببرنامج، عندك رقمين، رقمين من داخل العراق، وعندك أرقام أخرى مكتوب للاتصال ببرنامج، تقدر تتصل بينا بأي دقيقة من دقائق البرنامج. عندي اتصال محمود من الأنبار. محمود، السلام عليكم. عليكم السلام. تحية أستاذ سواك تشرين، حياك الله أخوي. أستاذ، الانتخابات ما تفيد والله، بس أوجه تحية لأهل الجنوب، أقول أهل الجنوب هم اللي أكثر شيء انطوا شهداء وانطوا دم وعوائلهم ترملت، وعلى ذول السياسيين الفاسدين، لهذا هذا العامري الكلب يطلع لابس مخلي علم العراق على رقبته، هو حارب بلده 8 سنين، العميل الخاين. وتحية القناة الرافدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، شكرا لك أخوي محمود. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم أخي أفل، ليش هيك جاي يسوون بالناصرية سقوط بين شهيد وجريح؟ سنكون كوابيس مرعبة على الفاسدين، الله ينتقم منكم يا الأحزاب والسياسيين. رسالة أخرى: السلام عليكم، بالنسبة اللي قال أحمد هو كل الغلط في غلط، لأن إيران نية الحكومة والكل في الكلية، والشعب المسكين لأحوال لا حول ولا قوة ولا يملك أي شيء. أحمد، أرجوك أن تسكت عن هذا الموضوع، أنت وأي شخص يتابع الانتخابات. وين أنت رايح يا العراق؟ لأنه اليوم الانتخابات اللي موجودة بالعراق مو شفافة، واللي دي يصير بالشعب العراقي، أنت عايش في بلد عذرا من الطيبين اللي قاعدين به، اللي سووا الحكام هو بلد جايف والحكام زبالة، واللي دي يحكم أيضا هم خوانة الوطن. السلام عليكم، مواطنة عراقية مقيمة بالكويت، أنا في وجهة نظري أن يكون واحد أجنبي يحكم العراق راح يعطي كل واحد حقه، التجربة. وأتمنى أنه يصير هذا الشيء، أكيد في ناس لهم مصلحة بأن لا يكون في استقرار هذا البلد، الجميع راح تنظف كل شيء ولا هالشيء. واحد أجنبي يحكم العراق، وليش نرجع لهاي القضية؟ ما الإنجليز فرضوا على أن يكون حاكم العراق أجنبي، وش صار؟ هي صارت العائلة الحاكمة بس ما استقر العراق، وظلت إنجلترا مسيطرة على العراق، فليش انه نجيب لنا واحد اجنبي؟ شنو فراغ العراق من الزيانين؟ لا، القضيه مو انه نجيب واحد اجنبي، القضيه انه احنا لازم نفكر بهالبلد قبل كل شيء، قبل ما نفكر بمصلحتنا الشخصيه، قبل ما افكر انا شلون اعبي بجيوبي، افكر بروحي وبابن جيراني وبابن فرعي وبابن منطقتي وبابن محافظتي وبابن بلدي. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر، في أمان الله.